نحن باليرزي كلوب، في شمس كتير، البيسين، الناس كلها هون عم تنبسط، بس نحن مش جايين نتسبح، نحن جايين نعرفكم على ستات جمعوا بعضهم أكثر من 30 ست، جوهم كتير حلو، مهضومين، ضحكتهم حلوة، قعدتهم حلوة، وما بيجتمعوا بس يطقوا حنك، بيجتمعوا فور جود كوز. فور جود كوز أبواب بيروت ناطرين جواها ستات العظيمين اللي ببيع عقدهم. احضروا معي شو عملوا، كيف شغلوا إيديهم ليعملوا فرق كتير كبير بمجتمعنا. جندا خليفة عبود، أنا أشتك للدريار برسو من وقت لخلقت وأصحاب أنا والستات هون ومع جايدة كمان، وهون في كوز إيمانيتر عم نستغل عليها الأباء وهيك بش بساعدهم قد ما فيه، وكمان بعطي كور هون ليلي بحب يعمل بنتور، كمان بعلمه كتير أنواع بنتور، وإذا بدهم شي خياطة، شي تطريز، شي طبخ، كل شي شو بدهم بعلمهم. نحنا هون كلنا أصحاب ومنعرف بعضنا من الكلاب من زمان، يعني أكتريتنا ما بالكلاب، وبخبر كل الناس وعلى إنستا بيشوفوني وبيعرفوا، وما عندي مشكلة أعلم، مهم الناس تشتغل وتكون مبسوطة، أنا هيدا همي. برسم شي اسمه دوت ماندالا، هلأ برسمهم هون بالكلوب، بس برسم غير اشياء كمان، بس هيدي هوايتي الأساسية إذا بدك، غير إني أرشيتكت. أنا ميراي، منتسبة لجمعية أبواب بيروت. نحن هون الاتوليه بنشتغل اشياء مثل ما شايف بنتور، وهيدول بروح رعيون لاشخاص بحاجه، قصوده مدارس. هاي انا غندا عطلة بالابا بجمعيه الابا. نحن جمعيه بنحب نساعد الناس، خاصه هالايام بلشوا الاقساط المدرسيه بحاجه لنجمع للتلاميذ تويشن فيز، عم نعمل كل جهدنا وحيلا شيء ممكن لحتى نقدر نساعد التلاميذ. هلا urgently needed funds for the students. عنا كتير تلاميذ بحاجة لفوتوا على الجامعة ولا المدرسة. هاي أنتوني، أنا ريدا حلبي. بلشت هيدا النشاط باليارز زاجر كلوب من بعد انفجار 4 آب. الفكرة إنه حبينا نساعد الناس اللي عندها عم تتعذب، وعندها هيك يعني صار في مثل صعوبة إنها تكفي حياتها عادي، أطلقنا فكرة إنه نقدم إيدينا. سو صرنا جروب عم نقدم إيدينا وقتنا، بهالطريقة عم نقدر نعبي حصص غذائية، عم نقدر نساعد تلاميذ بالمدارس من وراء ناس عم تطلب منا طلبات، عم تشجعنا عم تاخد منا طلبات، والحلو انه عم بيكونوا كتير مبسوطين، انه الكاليتي كتير عم تكون مرتبة وكتير بروفيسيونيل. هاي هي فكرة ابواب بيروت وركشوب. مانا خيار، je suis la maman de Raida. Je viens pour aider. Au moins je fais quelque chose pour faire du bien aux autres. C'est comme ça qu'on peut à tous les points de vue travailler, on peut travailler, on le fait. بعد الانفجار مثل ما كنت عم بقول لك، في كثير بواب تكسرت وصار في حطام لهالبواب. نزلنا على بيروت على الجميزة، في ورشة بنعرف ناس بيعرف، يعني قالوا لنا شوفوا شو بدكم تعملوا بهالخشبات. بهالطريقة جبنا خشب مكسر وصرنا نبلشنا نكتب عليهم ايقونات دينية مسيحية. بعدين وسعنا، صرنا من كتابة أيقونات صرنا عم نعمل كتير تحف فنية،
منه تابلويات سوفيرات وبلاتويات وكتير اشياء هلا رح فرجيكم عليها. وقت بلشنا كان في مارك رنو هو مهندس معنا وانا لقينا حالنا كنا 13 شخص كنت قاطي كور ايكونوغرافي بالاساس بالنادي وفجأة ما عندنا غير شخصين دونك من بعد ما كنا شخصين صرنا هلا حوالي 30 شخص واكثر شوي في شي 12 ايكونوغراف بيكتبوا ايكونات والباقيين ارتيست جرافيك ديزاينر مهندسين ارشيتك كله عم بيعطي وقته لنفس الهدف لنفس الميشن. نحن مؤسسة آبا باليارز أبواب بيروت نحن عنا كتير أعمال خيرية بدنا نعملهم وعنا كتير أولاد بدنا نساعدهم عنا كاس أليمنتير بناخدها كل شهر بنوزعها لناس عايزة عنا كتير أعمال لناس بتكون عندها مشاكل صحية بنساعدهم بيكون عندهم مشاكل بيوت ما في سكن بدهم سجاد وحدة بدها صبابيط لأولادها اللي يفوتوا على المدرسة ما بخبرك حجم الشغل اللي عنا إياه عنا كتير أشغال وعنا كتير ناس عايزة وكتير ناس بنساعد هذا اللي عم نشتغله نحن هون. هذه لوحة مؤلفة من 64 لوحة صغيرة كرويات صغار ركبناها كلها من هيدي الصورة ركبناها هون هاي إذا بتساعدنا بدك تعمل عمل خير معنا بدنا نبيعها هيدي بحقها $1000 إذا في عندك حدا مازال علني يخدها من عنا من كل ممنونينك أحلى خدمة بتكون عملت لنا إياها وميرسي بوكو. أنا جولي شنيعي وبشتغل معهم هون بالأتيلي بعمل التزيكان وكرمال كمان عم بيرجع في ناس بتوسع عليهم في منهم اللي عم نعملهم بس لحتى نعرضهم وبعدين بينباعوا في معرض بنعمله كل نوال بيجوا يعني هون باليارز واوقات بننزل كمان على ديسانت بيكون في معارض نعرض كمان الايكون اللي عم نعملهم وبعدين بينباعوا وهيدول يعني بس نبيعهم المصاري بتروح كمان للصندوق اللي بتساعد فيه تلاميز مدارس او يعني ناس محتاجة شو بيعوزوا ما رايدة بتأمن كل شيء كل شيء بده شوية تمرين غير تمرين ما فيه بده وقت اكيد بده وقت وبده تكون عندك يعني محبة انك تشتغل فيها ومنصلي منصلي قبل ما نبلش نشتغل ونحن عم نشتغل كمان منصلي ومنحط تراتيل ومنسمع تراتيل هيدا الشيء كمان بيساعد تطلع الإيكون أحلى. أطلقنا شيء اسمه Seeders of Hope. الفكرة رح نعمل يمكن شيء 100 أرزة هيدا نوع الأرز على كوسترز على بينتينج على دوت ماندالا على كل أنواع التكنيك. الفكرة كل شخص بيشتري من عنا أرزة أو تابلو بيكون عم بيدعم تلميذ بالمدرسة. أول ما بلشنا مع عائلتين ثلاثة 30 عائلة هلأ قربنا نصير بالمئتين عائلة مساعدات بالمساعدات حصص غذائية كانت شهرية للأسف صارت هلأ كل شهرين مع هلأ الأسعار وكنا تلميذين هلأ صار عنا 40 تلميذ عم نساعدهم خمسة بالجامعة وخمسة وثلاثين تلميذ بالمدرسة والسنة عم بيكون كتير صعب مع هلا الأقساط اللي كتير كبرانة من هيك بدعمكم بليز اشتروا أرزات من عنا وصونا على تابلويات الأرز ونحن هون موجودين ناطرينكم. مدام ميراي هون نحن بتعمل أكل كتير كتير شاطرة بتعمل كيترينج على البيوت بتعمل فطاير قد ما بدكم بيتزا كتير كتير طيبين وعملت لنا جمعة الماضي رزعة دجاج يمكن بلبنان كله ما حدا عامل رزعة دجاج هالقد طيب لأنها نظيفة ومرتبة وشغلتها كتير منيحة. بقى كونساي للي بحب يطلب ديليفري. أنا ميراي أنا منتسبة لجمعية أبواب بيروت أنا بعمل كل شيء معجنات كل شيء أوردر كبة لقطين كيك كل شيء بلايات دجور حتى ساعد قدم من وقتي وساعد للأشخاص شو فيني ساعد بساعد بتساعد أممته أندو صحتين كتير رأيك كتير مهمة كتير مهمة إيه بدك تكلها كلها بدك تكلها كلها أكيد أنا عم بتغنج عم بقولها أنا بدي خفف سكر وبدي أكل جاتو ويه منو نشف طاري الجوزة بعد عم تقرش منيح ويه طعم التفاح كتير حلوة ايه صحتين جوتشوب في
خلال هالثلاث سنين التقينا بكتير أرتيست انضموا لإلنا وعندهم خبرة كتير. من هيك اجيت فكرة انه كمان نخلق شيء اسمه صفوف. دونك صار في عنا صف يعطي painting, oil painting, graphic design painting, مندلا, كل انواع تكنيك البينتينج الممكن واحد يحبها, حتى ايكونوغرافي اكيد موجودة عندنا, يمكن في اشياء ما سميتها بس موجود كل انواع الارت للولاد وللكبار. مرسي بكو, صحتين, اورفوار, صحتين, ميرسي على الزيارة.